كالعادة موجز الأخبار. الجونة يتعادل مع سموحة 2-2 والأربع أهداف بأقدام معاري الزمالك وتعادل سلبي في مباراة ضعيفة بين المقاصة والمقاولون في جولة 15 من الدوري العام. في مباراة رائعة في شوطها الثاني بيراميدز يفوز على المصري 2-1 في المباراة المؤجلة من الأسبوع 13 بالدوري العام وكابتن الفريق عمر جابر يتألق ويسجل هدفا عالميا. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي يؤكد جاهزية الشناوي ومحمد هاني لمواجهة بيتا كلاب الكونغولي في الجولة الثالثة من دوري مجموعات أبطال إفريقيا. أزمة بلا لازمة، الزمالك اتخذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة سوهاج لافتراض وفاة بن شرقي بالكورونا، لكن أفضل ما حدث هو السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي حال الواقع للتحقيق فورا، أجرى اتصال باللاعب وطيب من خاطره، موضوع كان هزار دمه تقيل. الزمالك يطالب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بإيجاد آلية لضبط المساحات بالدوري للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين. النهاردة هقول لكم الدنيا هتخلص ازاي ان شاء الله خلال 48 ساعة. وأشرف قاسم بيطالب اللعيبة بمحاسبة نفسهم على ضياع النقاط في الدوري وقال لهم لازم تبقوا ايدكم في ايد بعض قبل مباراة الترجي. طبيب الزمالك والإداري بيصلوا إلى تونس لمتابعة التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا والفريق بيستأنف تدريباته دون راحة. ضربة موجعة جديدة للزمالك، لجنة الانضباط بالفيفا بتبلغ الزمالك بضرورة دفع $1,100,000 لبنيامين أتشنبونج قبل نهاية شهر مارس وإلا سيتم منعه من القيد، وإدارة الزمالك بتحاول أن تكسب الوقت فقط لا غير بالطعن على القرار. إنبي يستغيث ويطلب التأجيل لمباراته مع طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل لأنه بيقول ما خدتش راحة كافية والطلب مرفوض مقدما بكل أسف. تفاصيل أزمة كريم العراقي مع النادي المصري هحكيها لكم بعد قليل. والأناكوندا السهم المنطلق مصطفى محمد على رأس قائمة جلطة سراي لمواجهة أنقرة في الدوري التركي واستبعاد عمرو وردة من قائمة باوك لمواجهة لاميا في كأس اليونان. باقي خطوة على تولي حمادة صدقي تدريب الهلال السوداني أقال مدربه الصربي زوران مالونوفيتش بسبب سوء النتائج في البطولة الإفريقية. بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بيؤكد انه قدم عرض لاستضافه بطوله اوروبا المقرره صيف العام الجاري باكملها بدل من انها تلف على 13 دوله واعتقد هم هياخدوها، وايضا بيجهز ملف لاستضافه مونديال 2030 اعتقد برضو هم هيكسبوها.